الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، آمين. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم ربنا اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ربنا اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ذليلا إلا أعززته، ولا ذليلا إلا أعززته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم ربنا اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا،
يقولون اللهم ربنا أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وزدنا به من النعم ودفع به عنا النقم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ربنا اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم ربنا تقبل منا قراءتنا وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين واغفر اللهم ربنا لآبائنا وأمهاتنا الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا نور قبورهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات يا أرحم الراحمين اللهم ربنا صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أكبر.